دائما ما نشدد على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة. خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الرئيس السيسي يؤكد أن قضية الوعي والفهم الصحيح للدين من أهم أولويات المرحلة الحالية. اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تقرر عدم السماح بدخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدءا من 15 من نوفمبر القادم. المصلون يؤدون الصلاة في الحرم المكي الشريف دون تباعد، وبدء تشغيل المطارات السعودية بكامل طاقتها. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، هذه قراءة إخبارية مفصلة على شاشة النيل. أهلا بحضراتكم. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، كما بعث السيد الرئيس ببرقية التهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة. كما تلقى الرئيس برقية التهنئة بهذه المناسبة الكريمة من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن تهانيهم وأطيب تمنياتهم للرئيس ولمصر بدوام التقدم والازدهار. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاحتفال أو احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. وفي كلمته خلال هذا الاحتفال أكد رئيس الجمهورية على قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة. يظل الاحتفال بذكرى مولد نبي الهدى من كل عام معينا لا ينضب من نفحات السيرة النبوية العطرة التي تنير الطريق أمام الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء، تبصرهم بطريق الحق المبين وتعينهم على الاسترشاد بصفات ومآثر النبي الكريم واتباع منهجه القويم. وبهذه المناسبة أقامت وزارة الأوقاف احتفالية شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وعلماء وشيوخ وزارة الأوقاف وسفراء الدول العربية والإسلامية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات. فلم ولن تعرف البشرية عبر تاريخها الطويل إلى أن تقوم الساعة إنسانا خلق أو سيخلق أم بلى ولا أشرف ولا أعظم ولا أكرم ولا أعز على الله عز وجل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أكد خلال كلمته ضرورة إحياء صحيح الدين للخروج من الأزمات التي تعصف بالعالم اليوم والاهتداء بسنة النبي الكريم، مشيرا إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي هو احتفال بالنبوة والوحي الإلهي والكمال الإنساني في أرفع درجاته. إن احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين ليس احتفالا بعظيم من العظماء أو مصلح من المصلحين ممن يتوقف التاريخ عند أدوارهم قليلا أو كثيرا ثم لا يلبس أن يروح ويتركهم، إنه احتفال من نوع آخر مختلف، إنه احتفال بالنبوة وبالوحي الإلهي وسفارة السماء إلى الأرض والكمال الإنساني في أرفع درجاته وأعلى منازله. الرئيس السيسي شدد خلال كلمته على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين، مؤكدا أنها ستظل من أولويات المرحلة الراهنة. ولعلكم تتفقون معي أن بناء وعي أمة أي أمة بناء صحيحا هو أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة من يحرفون الكلام عن مواضعه ويخرجونه من سياقه وينشرون الأفكار الجامحة والهدامة. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر ماضية في مهمة بناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني، لافتا إلى أنها مسؤولية تضامنية وتشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود. لذلك لزاما علينا الاستمرار في تلك المهمة والمسؤولية التاريخية ومضاعفة الجهود
التي تقوم بها المؤسسات الدينية وعلماؤها الأجلاء لنشر قيم التسامح والعيش المشترك والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي وقبول الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها ونشر تعاليم الدين السامحة للحفاظ على ثوابت وقيم الإسلام النبيلة. وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية تتخذ من مبادئ رسالة الإسلام التي نشرها الرسول الكريم نبراسا ومنهج عمل، مؤكدا المضي بإرادة صلبة لبناء الوطن وصولا إلى توفير الحياة الكريمة لكل المصريين. إن من مبادئ رسالة الإسلام التي نشرها قدوتنا ورسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هي تحقيق التعايش والسلام الاجتماعي بين البشر وحق الناس جميعا في الحياة الكريمة، وإننا إذ نتخذ من تلك المبادئ الغالية نبراسا ومنهج عمل، فإنني أقول لكل المصريين إننا ماضون معا بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالي مصر. ويظل تكريم الدولة لعلماء الدين ورجال الدعوة في هذه المناسبة من كل عام نبراسا يرشد كل سائر على طريق الاجتهاد والإخلاص في العمل، وشاهدا على تقدير وإجلال القيادة السياسية لرجال الدين وحملة لوائه. لذا فقد منح الرئيس السيسي بعضهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. حقيقة يأتي هذا التكريم وهو تتويج لرحلة عطاء طويلة أديناها في وزارة الأوقاف بإخلاص وتجرد وبجد واجتهاد، وهذا يعطي إشارة واضحة أن الدولة لا تنسى المخلصين ولا تنسى المجدين والمجتهدين. أن هذه الذكرى العظيمة التي نكرم في مناسبتها هي لصاحب الفضل العظيم على البشرية كلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تكريم اليوم من فخامة الرئيس وسام على صدري وتشريف عظيم جدا، وهو بالإضافة إلى كونه تكريما من فخامة الرئيس من شخصه إلا أنه في الحقيقة تكريم من مصر العظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في شخص فخامة الرئيس. الإنجاز الذي فعل حقيقة في الهجرة النبوية الشريفة معناه أنه تم بناء المدينة أو بناء المجتمع المسلم في خلال 10 سنوات. النبي مكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين. السنين العشر التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيها الأمة الإسلامية بكل مقوماتها وبكل ما فيها، كل الإنجازات الحضارية التي عرفت عن الإسلام كانت في 10 سنين فقط. كان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أهدى الرئيس السيسي نسخة من مصحف الأزهر الشريف، كما سلم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس السيسي أحدث إصدارات سلسلة رؤية لتصحيح مفاهيم الدين تقديراً لدور الرئيس في بناء الوطن ودعم الخطاب الوسطي وتحسين الأحوال العلمية والمادية للخطباء. في ذكرى مولد نبي الرحمة تستلهم الأمة من سيرته العطرة الدروس والعبر، تتلمس قبسات من نوره، ترجو رحمات بشفاعته. ومع حلول هذه الذكرى العطرة للنبي الكريم ما أحوج الأمة إلى استرجاع ما جاء به من صحيح الدين ومبادئ العدالة والمساواة وحب الأوطان. من مركز المنارة للمؤتمرات على أرشوان النيل. قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قررت عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقر عمله بعد 15 نوفمبر القادم، أو سيكون عليه أن يجري تحليل البي سي آر كل أسبوع. كما قررت اللجنة عدم السماح بدخول أي مواطن إلى المنشآت الحكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح بداية من الأول من ديسمبر القادم. كما وافقت اللجنة على تخصيص 1 مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بهذه الأزمة.
اتصالا معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق. دكتور، بعد تحياتي لك، إلى أي مدى سيسهم هذا القرار، هو قرار حث الموظفين بالحصول على هذا اللقاح؟ أولا طبعا يمكن جهازية الدولة لمواد الكورونا، وعلى خاصة أن احنا داخلين على ذروة المرض أو ذروة هذا الكورونا، ويمكن الموقف أعتقد يعني برضو يعني حساس للغاية. من هنا كانت وجهة نظر رئيس الوزراء والدولة، جهازية الدولة لكافة الوزارات، أن هم أصدروا قرار تنظيمي إن هم بعدم السماح بدخول العاملين للمقرات الوزارية إلا بعد حصولهم على اللقاح أو محلل البي سي آر كل 3 أيام. طبعا ده قرار أنا أعتقد قرار صائب جدا، ودو حماية على المواطن ذات نفسه إن هو يمرض، وحماية على زمايله اللي هم داخل المكتب أو داخل المؤسسة اللي في نقل العدد العبيد بسرعة بتاعته، فائق السرعة، فائق العدوى، وفائق طبعا الخطورة. يمكن احنا طبعا كانوا اصدروا تطبيق الكتروني عشان يشوفوا موقف المواطن من تلقي اللقاح لملاحقة الغير ملقحين، وطبعا ده بهدف الوصول الى المناعة المجتمعية اللي تهم الجميع. يعني مثلا قطاع الجامعات والمدارس، يمكن في عندنا اكثر من 1100 مركز للتطعيم، كان هناك خطة لتطعيم 50 مليون مواطن حتى نهاية العام، وده شيء جميل جدا. احنا بنقول التطعيم طوق النجاة، وهو الدرع الواقي في هذه الأيام للحماية من الكورونا، لأن حتى لو ان اللقاح لو انه ما بيحميش الا انه بيوفر وبيحمي من المواطن من الوصول للحالات الشديدة اللي هي طبعا بنقول خطيرة، اللي هي بيكون أخطر ما يكون. بنبدأ القطاعات، القطاع الصحي، السياحة، نزلاء السكون، قطاع الجامعات كنا طبعا كل هذه يمكن كان اهتمامات رئيس الوزراء والوزراء بالكامل في اجتماعهم الأسبوعي. يمكن أصدرت وزارة الصحة تطبيق جميل قوي اسمه التطبيق الإلكتروني Egypt Health Passport لإظهار الموقف من التطعيم. يعني حتى خطة جميلة جدا وذكية، ان احنا هنعرف المواطن من خلال هذا التطعيم، من خلال هذا التطبيق، اذا كان خد تطعيم او ما خدش. اللون احمر بنقول والله ده ما خدش، لو ظهر لون اصفر يبقى خد جرعة واحدة بس، لون اخضر يبقى اتم الجرعة. طبعا كل ده بيصب لصالح المواطن، لان احنا طبعا بنقول ان انتشار الفيروس، ان الفيروس شديد الانتشار، شديد فائق السرعة، إذا كنت طبعا التطعيم بيدي حماية وبيدي طبعا وقاية ويزود المناعة ضد هذا الفيروس. وإلزام مواطن الحكومة بنلزمه بحاجتين، يا اللقاح مثلا، يا مثلا يعمل بي سي آر، يقول أنا سنيو يعمل بي سي آر كل 3 يوم أو كل 3 أيام يكون ملزم أنه يعمل البي سي آر. ده كل اللي كان حيوى اهتمامات السيد رئيس الوزراء والقيادة السياسية لاهتمام بهذا الأمر. شكرا لك دكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف المصري من أقصى الشمال لأقصى الجنوب لتوفير حياة كريمة للمصريين. وكتبت قرينة رئيس الجمهورية في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، قالت فيها إن هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية، ويؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة ل58 مليون إنسان في 4584 قرية. عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم جلسة محادثات مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كوفلي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة حاليا. تناول اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية العلاقات المصرية البريطانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وهو القانون الصادر رقم 67 لعام 2010. السادة الأعضاء، يتبقى لدينا الآن من مواد مشروع القانون المادة 17 والتي سوف ننظرها بجلسة الغد قبل الموافقة على مشروع القانون في مجموعه. رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية باستثناء المادة 17، ومن المقرر أن يعاود البرلمان مناقشة المادة المتبقية من مشروع القانون بجلسة الاثنين بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها. المادة 17 تنص بأنه لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات والتي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية المشتركة. مشروع القانون يهدف إلى التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل التعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص والمناقصات والمزايدات المحدودة. كما يهدف مشروع القانون لوضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة. كان مجلس النواب وافق خلال بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010. تعظيما لدور القطاع الخاص في التنمية ودعم المجتمع، جاء مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات، وذلك لدفع وتيرة التنمية إلى الأمام كونه أحد أهم الأجنحة للدولة. من مجلس النواب، رمضان المطعاني، النيل. واصلت وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، مع تنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 508 عنصرا إجراميا بنطاق 16 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح وسرقة ومخدرات وشروع في قتل، وضبط معهم 303 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 77 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1532 قطعة سلاح ناري، أبرزها 247 بندقية و136 بندقية آلية و83 مسدسا و1066 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.
و170 خزينة، إضافة ل 1854 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 649,790 حكماً قضائياً بإجمالي 44,424 متهماً، من بينهم 2681 حكم جناية و231,206 حكم حبس و326,115 حكم غرامة و89,788 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلاً عصابياً ضمت 47 متهماً قاموا بارتكاب 121 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 69 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد، وضبط مرتكبوها بإجمالي 107 متهم. وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ 3743 قرار إزالة حالة تعدي على مجرى نهر النيل بفرعي رشيد وضمياط بنطاق 8 محافظات بطول 479 كيلومتر بإجمالي مساحة 587,883 متر مربع. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1916 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 2114 متهماً وبحوزتهم ما يقرب من 819 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وأكثر من 199.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 42 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد على 21 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 45,236 قرص مؤثر و 17,697 قرصة ترامادول و 329,575 قرصة كيبتاجون، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالي 33 مليون جنيه. كما تم ضبط 7 مراكز لعلاج الإدمان وضبط قضية غسل أموال، وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 80 مليون جنيه. يواصل مئات السودانيين اعتصامهم لليوم الثاني في الخرطوم المطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم داخل السودان. كان المتظاهرون قد توافدوا أمس تجاه القصر الجمهوري مقر السلطة الانتقالية تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير، وطالبوا بحكومة عسكرية لإخراج السودان من أزمته السياسية والاقتصادية. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن مهلة تقديم الطعون في النتائج تنتهي يوم الثلاثاء القادم، وذكرت المفوضية أنه يوجد 10 أيام للنظر في الطعون بعد انتهاء مهلة تقديمها، والمصادقة على النتائج النهائية تتم من قبل المحكمة الاتحادية. يأتي هذا بينما شهدت شوارع العاصمة العراقية بغداد انتشارا أمنيا مكثفا بالتزامن مع رفض بعض القوى السياسية لنتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنتها المفوضية. وذكرت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات البرلمانية بلغت حوالي 43%.
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جار بدرسن اليوم إن اللجنة السورية المشتركة للدستور والتي تضم الحكومة والمعارضة وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد. وأضاف بعد لقاء مع الأطراف المشاركة في رئاسة اللجنة في جنيف قبل محادثات تستمر أسبوعا أنهم وافقوا على الاستعداد للبدء في صياغة مسودة لإصلاحات دستورية. وتعد هذه المحادثات هي الجولة السادسة خلال عامين وهي الأولى منذ يناير الماضي. أدى المصلون في المسجد الحرام بمكة المكرمة اليوم أول صلاة من دون تباعد اجتماعي منذ بداية انتشار فيروس كورونا قبل نحو عام ونصف العام، مع بدء تخفيف المملكة للإجراءات المرتبطة بمكافحة هذا الوباء. وتم إزالة ملصقات التباعد داخل أروقة المسجد وساحاته ومرافقه. مع بدء المملكة العربية السعودية تخفيف الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا قبل نحو عام ونصف، عاود المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف استقبال المصلين بكامل طاقتهما الاستيعابية من دون تباعد اجتماعي. وعلى الرغم من تخفيف الإجراءات الاحترازية، إلا أن السلطات السعودية وضعت بعض المحاذير للمصلين، منها الالتزام بوضع الكمامة، كما أن لمس الكعبة في وسط ساحة المسجد كما كان معمولا به قبل الفيروس لا يزال محظورا. كانت السعودية قد أغلقت المسجد في مارس عام 2020 ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في يوليو، قبل أن تسمح بعد 3 أشهر لعموم المسلمين بالصلاة فيه، إنما بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد أثناء الصلوات. ويتوافد ملايين المصلين على المسجد على مدار العام للصلاة فيه وأداء العمرة التي علقت لأشهر العام الماضي. ونظمت السعودية موسمي حج استثنائيين، حيث اقتصرت الأعداد على 4000 في 2020 ثم ارتفعت إلى 10000 هذا العام، إنما للمحصنين من الفيروس فقط. وقررت السعودية تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس مع انخفاض معدل الإصابات اليومية، بما يشمل عدم إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وعودة الملاعب الرياضية لاستقبال المشجعين المحصنين من الفيروس بكامل طاقتها الاستيعابية. وسجلت المملكة منذ بداية ظهور الفيروس نحو 547 ألف إصابة، بينها 8760 حالة وفاة. في الوقت ذاته قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إنها بدأت في تشغيل المطارات بكامل طاقاتها الاستيعابية، وذلك للرحلات الدولية والمحلية عبارة من اليوم. وأوضحت الهيئة أنه سيتم الاستمرار في التأكد من حالة التحصين من تطبيق دشنته على شبكة المعلومات. وبدأت السعودية في تخفيف القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والاقتراب من بدء العودة للحياة الطبيعية إثر تلقيح أكثر من نصف السكان بجرعتين. وعادت المملكة لتفتح أبوابها ببطء في بداية عام 2021، وبدأت في الترحيب بالسياح الأجانب الملقحين منذ الأول من أغسطس الماضي. أظهرت بيانات فريق العمل المعني بمكافحة جائحة فيروس كورونا في روسيا اليوم عن تسجيل 34303 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وذلك في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة. كما أظهرت البيانات عن رصد 997 وفاة جراء هذا الفيروس، وهو ما يقل عن 5 وفيات عن العدد القياسي المسجل أمس السبت والذي بلغ 1000 وفاة ووفاتين 2. وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في روسيا إلى قرابة 8 ملايين، أما الوفيات فبلغت أكثر من 223 ألف حالة وفاة. وتلقي السلطات الروسية باللائمة في الزيادة الحادة في الإصابات والوفيات على بطء حملة التطعيم، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى طلب عودة الأطباء المتعاقدين إلى العمل مرة أخرى.
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز حوالي 241 مليون حالة. وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي الوفيات جراء هذا الفيروس حول العالم جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4,910,372 حالة إصابة. وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 44,800,000 إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند إلى حوالي 34 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بحوالي 21,600,000 حالة. متواصلون في هذه القراءة الإخبارية ونتابع فيها بعد حين. 40 قارئا على مستوى الجمهورية يحصدون 20 مليون جنيه جوائز المشروع الوطني للقراءة، ابقوا معنا. والآن هذا هو وقت الأخبار، أخبار المال والأعمال والتجارة مع محمد سليمان، هو في انتظاركم، تفضل يا محمد. شكرا لك تامر. مرحبا بكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة وتتابعون فيها. مدبولي يتابع ملفات الهيئة العامة للاستثمار ويشيد بجهودها في مد جسور التعاون مع البلدان الشقيقة. أهلا بكم. بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب جهود هيئة الاستثمار في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل والتشغيل ومد جسور التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة. من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى افتتاح مركز خدمات المستثمرين في الفيوم كأول مركز متكامل لهذا الهدف في المحافظة، والذي سيقدم خدماته لأكثر من 2900 شركة قائمة بمحافظتي الفيوم وبني سويف. أكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليا من أجل تعظيم موارد المياه. واستعرض مدبولي خلال اجتماع بحضور وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي آليات الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها ومشروعات تبطين وتأهيل الترع والتحول من الري التقليدي بالغمر إلى منظومة الري الحديثة ومشروعات تحلية مياه البحر. سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري ارتفاعا بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار، لتسجل نحو 18.7 مليار دولار، وذلك في مقابل 17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. يأتي هذا في حين تراجعت تحويلات شهر يوليو الماضي بمعدل بلغ 3% لتسجل نحو 2.79 مليار دولار في مقابل 2.88 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن مصر تشارك مع دول القارة الأفريقية في التحديات والفرص والطموح في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063. وأشار وزير الاتصالات خلال كلمته في الجلسة التي عقدت بعنوان مصر الرقمية، أن أشار إلى أن هناك عدة عوامل لتمكين القارة الأفريقية من تحقيق رؤيتها، والتي تشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير الإنترنت بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر قطاعات الدولة نموا بمعدل 16%. اختتم مؤتمر الأهرام الثاني الذي حمل عنوان توطين صناعة الدواء في مصر، اختتم فعالياته حيث شدد المشاركون في الختام على أن صناعة الدواء وتوطينها تمثل أهمية استراتيجية للدولة، وهو ما جسدته الدولة على أرض الواقع من خلال مدينة الدواء المصرية التي تم تنفيذها وفق أحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها عالميا. بمشاركة كبرى شركة الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية، اختتم مؤتمر الأهرام الثاني فعالياته بعدما حمل عنوان توطين صناعة الدواء في مصر.
المشاركون بمؤتمر الأهرام الثاني أشادوا بدعم القيادة السياسية للبحث العلمي والاهتمام بتطوير صناعة الدواء. الأدوية الغير متوفرة في مصر وتعتبر أدوية عالية التكنولوجيا شوية. كان في مناقشات كتير في البانل ديسكشنز الموجودة في المؤتمر لمناقشة من قانون التجارب السريرية الذي بننتظر ان هو يتم إقرار اللائحة التنفيذية بتاعته. ده صناعة الدواء في مصر بتعمل اكتفاء بنسبة 93%، ولكن كلها بتعتمد على صناعة الأدوية الجنيسة او زي ما بنقول عليها جينيركس، وما فيش صناعة الأدوية مبتكرة. هدفنا في المرحلة الجاية أن يبقى في صناعة الأدوية مبتكرة، لأن هو ده التوطين الحقيقي لصناعة الدواء. ممثل الصناعات الدوائية من الشركات الوطنية والأجنبية ناقشوا صناعة الدواء وتحدياتها واقتراح الحلول وتقديم الدعم للشركات الوطنية والعالمية وضمان توافر الدواء وتشجيع للاستثمار في هذا القطاع الهام. إتاحة الأدوية الحديثة وتوفرها للمواطن المصري. وخليني كمان أقول أن أنا مبسوط جدا جدا للي بيحصل في قطاع الصحة في مصر برؤية مصر 2030 وإتاحة نظام صحي وتأمين صحي شامل لكل المواطنين المصريين. ده حاجة عظيمة وشيء ملهم جدا جدا لكل مواطن مصري. طبعا نظام التأمين الصحي الشامل اللي داخل ده هيستدعي أن مصر هتضاعف عدد المصانع اللي موجودة للأدوية، لأن احنا هنعالج 100 مليون، وبالتالي هيضاعف ده الأدوية اللي في مصر المستلزمات المطلوبة. وعقد مؤتمر الأهرام الأول في شهر نوفمبر عام 2019 كأول مؤتمر متخصص في مجال الصناعات الدوائية في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء. ومن المأمول أن يمثل هذا المؤتمر بتوصياته ومناقشاته إضافة قوية لجهود الدولة في توطين صناعة الدواء والتغلب على مشكلاتها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة نصيب مصر من صادرات الدواء لمختلف دول العالم. أسمع حسن النيل. وأخيرا، أعلنت إدارة البورصة المصرية تعطيل العام الخميس المقبل بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، على أن يتم استئناف العمل الأحد 24 من أكتوبر 2021. وعلى صعيد التداولات، وصلت المؤشرات صعودها لدى إغلاق تعاملات الأحد بداية تعاملات الأسبوع. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقارنة بالبورصة مكاسب بنحو 5.9 مليار جنيه، لتصل إلى 717.5 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 2.9 مليار جنيه. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 على مكاسب بنسبة 1.45%. تأت أخبارنا الاقتصادية، وعودة إلى الزميل تامر حنفي لاستكمال بانوراما. تفضل تامر. جزيل الشكر محمد. أعلنت مؤسسة البحث العلمي أسماء الفائزين في الدورة الأولى للمشروع الوطني للقراءة، حيث نجح أكثر من 40 قارئا من بين 3,500,000 مشارك نجحوا في الوصول إلى منصة التتويج والفوز بجوائز هذا المشروع، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإعلان عن طريق انطلاق الدورة الثانية لهذا المشروع لتعزيز ريادة مصر الثقافية إقليميا وعالميا، تماشيا مع رؤية مصر 2030. دعما للقراءة وتشجيعا لطلبة المدارس والجامعات والمدرسين للعودة إلى هذه العادة الحميدة، نظمت مؤسسة البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحفل الختامي للدورة الأولى من المشروع الوطني للقراءة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مؤسسة البحث العلمي والأمين العام للمشروع الوطني للقراءة. في 3.5 مليون طالب أقدموا على ده، وهتشوف اللي فازوا منهم وأعمارهم. الحقيقة حاجة مبهرة جدا، فدي نوع من المهارة، صحيح ما ياخدوش عليه درجات بس هم يعني موهوبين. طبعا تجري التصفيات من بداية مستوى المدرسة أو الكلية ثم الإدارة أو الجامعة، تصاعدي بقى مدرسة إدارة مديرية جمهورية في الجامعة كلية ثم جامعة ثم جامعات ثم جمهوري، وبالنسبة للمؤسسة التنويرية مراحل مختلفة من التصفيات، ليحصد في الآخر الفائزين جوائز تبدأ من 50,000 جنيه
وتصل إلى 1,000,000 جنيه. المشرفون على هذه المسابقة من مختلف مدارس الجمهورية أعربوا عن سعادتهم بهذه الفكرة وإقبال الطلاب من مختلف الفئات العمرية، وأن من لم يفز بجائزة فهو فاز بالعلم. المرحلة اللي هي قبل الجامعي لها ثلاث محاور. الثلاث محاور دي طالب مثقف ومعلم مثقف ومؤسسة تنويرية. الحمد لله احنا كمحافظة الدقهلية شاركنا في الثلاث مراحل، والحمد لله احنا النهارده جايين نكرم في الثلاث بنود في الثلاث مراحل. من بداية انطلاقة المشروع تم ترتيبات وأسس تبنت المشروع، كان فيه ورش عمل من إدارة التدريب لكيفية اختيار عندي الطلاب أو المعلمين. 5.3 مليون قارئ من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين هو عدد المشاركين في الدورة الأولى من المشروع الوطني للقراءة، والهدف هو توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. عمر حمزة، النيل. أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فعاليات المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمي. يهدف هذا المنتدى إلى استعراض منتجات تكنولوجية لتنفيذ مشروعات تنموية تساهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع المصري. انطلاقا من أهمية البحث العلمي في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فعالة وقادرة على الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، انطلقت فعاليات المنتدى الخامس لتسويق منتجات البحث العلمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركة عدد من المراكز البحثية وأساتذة الجامعات المصرية بهدف الاستفادة من نتائج الأبحاث والابتكارات وتطبيق التكنولوجيات التي توصل إليها الباحثون والتي تتمكن من حل مشكلات المجتمع المصري. المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندها استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 بتولي أهمية قصوى إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية مضافة من خلال دعم المشروعات التطبيقية والابتكارات وتوفير الدعم المادي والفني اللازم لها إلى أن تصل إلى مرحلة مخرجات قابلة للإنتاج التجاري ثم للتسويق. المنتدى الخامس لتسويق منتجات البحث العلمي عرض تجارب علمية لعدد من المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها لتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل تكنولوجية. المشروع ده هو إنتاج أجهزة التنفس الصناعي ماشي بالكامل في مصر. المشروع ده بيننا وبين أكاديمية البحث العلمي والهيئة العربية للتصنيع، بالهيئة باعتبارها إيه الشريك الصناعي للمشروع. فالأجهزة زي ما أنت شايف كده دي أجهزة أول دولة نصنعها في المنطقة كلها سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا. الأجهزة دي مصنعة بالكامل في مصر، تصميم مصري، تكنولوجيا مصرية 100%. مشروع عنوانه تطوير مصابيح الليد الأبيض. المشروع دوت أخذ دعم جيد جدا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمبلغ حوالي 1,700,000 جنيه. عدد من اتفاقيات التعاون والتي تعزز من تسويق المنتجات البحثية تم توقيعها خلال فعاليات المنتدى، كاتفاقية تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وتوقيع تعاقد أول مسابقة دولية في مجال الروبوتات بمدينة العالمين الجديدة. المنتدى الخامس لتسويق منتجات البحث العلمي أسفر عن مبادرات وتحالفات ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع عدد من المراكز البحثية والجامعات لتنفيذ مشروعات قومية على أرض الواقع لخدمة القضايا التنموية، بما ينعكس على إشراك القاعدة العلمية في النقل المؤثر للتكنولوجيا المتقدمة. أحمد ممدوح، أني. بعد عقود من تركها التعليم، جدة فلسطينية تتخرج من الجامعة وعمرها وصل إلى 85 عاما. هذا هو قادمنا، نرجو أن تبقوا معنا. بعد 73 عاما من تركها التعليم النظامي، تخرجت الجدة الفلسطينية جهاد بطو البالغة من العمر حوالي 85 عاما من الجامعة، وحصلت على درجة علمية من كلية العلوم الشرعية التي كانت قد التحقت بها في عام 2018. قد ينقضي العمر لكن الأمل لا ينقطع، هكذا فاجأتنا المسنة الفلسطينية جهاد بوتو والتي عادت للتعليم بعد 73 عاما من الانقطاع.
فبعد عقود من ترك التعليم الرسمي حصلت المسنة بوتو البالغة من العمر 85 عاما أخيرا على شهادة جامعية بعد التحاقها بمركز كفر يارا للدراسات الإسلامية عام 2018. الجدة المولودة بنابلس عام 1963 عادت للفصول الدراسية بعد أن تركتها وهي في عمر 12 بعد تهجير الفلسطينيين عام 1984، فتحفزت للدراسة خلال مذاكرتها مع أولادها ثم أحفادها على مدار سنوات، وحصلت على دورات في اللغات والدين والرياضيات. يعني كل ما يطلع ينقل لي انت كذا، انت بضرب فيك المثل، انت دائما بجيب سيرتك، انت دائما نحكي فيي. واللي اعجبنا اكثر يوم التخرج طلع الرئيس والمدير، مدير الكليه كان يحكي عنه، سال الرئيس انت كنت تساعدوها؟ كان بالعكس، هي كانت تساعد الطلاب بالخطاب بمواضيع اخرى. بوتو وهي ام لسبعه اطفال حققت حلمها اخيرا بارتداء قبعه ورداء التخرج الجامعي بعد ان حصلت على شهاده البكالوريوس في الدراسات الدينيه، ومثلها كمثل العديد من الطلاب في جميع انحاء العالم على خلفيه انتشار جائحه كورونا اضطرت الى تعلم مهارات جديده مثل استخدام الكمبيوتر والتعامل مع الانترنت لتكمل مشوار الأمل. المراحل الأولية كنا نتعلم نكتب ونقرأ ونعمل وظيفة ونقدمها للأستاذ. المراحل الأخيرة أجت الكورونا، صرنا نتعلم، أولادها شروا الكمبيوتر وعلمونا على الزوم، صرت أحل الوظائف كلها على الزوم. بعدين أجت الامتحانات، عملنا كل الامتحانات على الزوم، والحمد لله كل الامتحانات نجحت فيها. جدة بوتو صاحبة العزيمة والإرادة، لم تكتفي بنفسها فقط بل بدأت في تعليم نساء مسنات أخريات في مجتمعها حبا منها في الشعور بالعطاء ونشر السعادة بين مثيلاتها. وهنا نقطة ختامنا، ونذكر بأهم ما كان معنا من اللقاء. دائما ما نشدد على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة. خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الرئيس السيسي يؤكد أن قضية الوعي والفهم الصحيح للدين من أهم أولويات المرحلة الحالية. اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تقرر عدم السماح بدخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدءا من 15 من نوفمبر القادم. المصلون يؤدون الصلاة في الحرم المكي الشريف دون تباعد، وبدء تشغيل المطارات السعودية بكامل طاقتها. ونلتقي إخباريا بإذن الله بعد قليل.